طبعا كلنا عارفين ان القانون بيجرم التلوث السمعي والهوائي والبصري، وبالنسبه لايجار العقارات والتاجير البعض بيخالف قوانين العقد. النهارده معانا استغاثه من المواطن مصطفى هيكل، بيوجه الاستغاثه للسيد اللواء محافظ القليوبيه والسيد رئيس حي غرب شبرا الخيمه. تعالوا معانا نشوف هيستغيث من ايه ولمين. ودلوقتي معانا كمان للرد على الاستفسارات القانونيه السيد المستشار رجب ابو الفضل. اهلا وسهلا يا مستشار. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك معالي المستشار. اهلا وسهلا مصطفى، عايزينك تحكي لنا مشكلتك. دلوقتي المشكله بتاعتي يا فندم دي مشكله ورشه. الورشة ديت الموضوع بتاعها كبير، ان احنا رحنا الورشة ديت بتشتغل بمياه نار واسطوانات اكسجين. الورشة دي بتاعت ايه اصلا؟ بتعمل ايه؟ دي ورشة لداتير سيارات. الورشة دي في القليوبية بيعمل مياه نار واسطوانات اكسجين وبتطلع ادخنة جامدة وبيجيب لطات بتاعت رداتيرات. تمام. بيجيبها وبيسيحها في قلب المكان تحت. طبعا الدخانه كلها طالعه على فوق علينا، وطبعا دي في منطقه سكنيه مش في منطقه صناعيه. تمام. وطبعا المنطقه كلها راحت عملت شكاوي في الورشه. يعني مش انت بس اللي جاي تشتكي؟ لا، ده المنطقه كلها يا استاذ، وعملنا شكاوي كتير والمنطقه كلها عملت شكاوي كتير، ومفيش اي اجراءات اتخذت لحد دلوقتي. احنا من بدري واحنا بنعمل شكاوي كتير في المكان ده. تمام. لان انا اولا الست والدتي تعبانه، ودايما بتروح الرعايه هي ووالدي، وبقى عندي بنتي برضك عندها حساسيه مزمنه. ربنا يشفيها. اللهم امين. والحاج عندي دايما بتجي لها كرشه نفس، وما بتجيلهاش الا بالليل متاخر خالص. تمام. لان هم بيشتغلوا الاول كانوا بيشتغلوا 24 ساعه. دلوقتي من بعد الحظر بقى طبعا هو ليه علاقات كويسه وبيعرف يظبط اموره. من بعد ما بقينا نعمل له شكاوي طبعا بقى يتعدى علينا بالضرب، عشان احنا ما نروحش نعمل معاه اي شكاوي. فطبعا لما رحنا اشتكيناه فروحنا كلمنا رئيس الحي. رئيس الحي قال لنا خلاص انا هنزل اخد اجراءات وكده. فطبعا ولا نزل خد اجراءات ولا اي حاجه. فاحنا بنستغيث بالمسؤولين ان هم يشوفوا لنا شكوى، يشوفوا لنا الاجراءات القانونيه بالمكان دوت. واحنا مصطفى شكوتك وصلت، ولكن حق الرد مكفول. احنا سمعنا الشكوى من طرف واحد. تمام. ولكن حق الرد مكفول.